منى الرويلي طبيبة أسنان في محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية السعودية بادرت على نفقتها الخاصة بتأمين عربة محمولة جهزت كعيادة أسنان متنقلة تستهدف الأطفال لحماية أسنانهم من التسوس. منى الرويلي طبيبة أسنان بادرت على نفقتها الخاصة بتأمين عربة محمولة جهزت كعيادة أسنان متنقلة تجوب الشوارع والأماكن العامة في محافظة طريف أقصى شمال السعودية. راودتني فكرة استخدام هذه العربة كعيادة أسنان متنقلة، فعدت ترتيبها من جديد بما يناسب سياسات السلامة العامة، وقدمتها كمبادرة للزملاء في الشؤون الصحية عندنا هنا في الحدود الشمالية، ورحبوا بالفكرة ودعموها بكامل التجهيزات الطبية. هذه العيادة التي اعتمدتها الشؤون الصحية وأطلقتها كمبادرة تعمل على تنفيذها الدكتورة منى مع فريق طبي من مركز الأسنان التخصصي، تستهدف الأطفال لمن هم دون سن 12 سنة لحماية أسنانهم من التسوس، وتعمل تطوعياً لثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفترة المسائية. تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية التي من شأنها تعزيز صحة الفم والأسنان كتطبيق مادة الفلورايد على أسنان الأطفال لحمايتها من التسوس، وبطريقة مريحة تبعد عن الأطفال رهبة حضورهم إلى المراكز الصحية. لا مكان محدد لهذه العيادة التي تقدم خدماتها بالمجان، فهي تنتقل بهدف الوصول للفئات المستهدفة في أماكن وجودهم في المنتزهات والأماكن العامة. من محافظة طريف، جزاع ماصي، العربية. يعطيك العافية منى.